لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ونص الوضعية يقول: لتمثيل قسمك في مكتب التعاونية المدرسية لمؤسستك، تم اختيار 3 تلاميذ من مجموع تلاميذ القسم لنحسب النسبة المئوية التي تمثل قسمكم داخل المكتب. إذا علمنا أن مجموع أعضاء المكتب هو 12، نعم، نعيد القراءة مرة أخرى. لتمثيل قسمك في مكتب التعاونية المدرسية لمؤسستك، تم اختيار 3 تلاميذ من مجموع تلاميذ قسمكم لنحسب النسبة المئوية التي تمثل تلاميذ قسمكم داخل المكتب، أي مكتب التعاونية. إذا علمنا أن مجموع أعضاء هذا المكتب هو 12، سنستخرج الآن كما ألفنا المعطيات الأساسية. إذا ما هي المعطيات الأساسية؟ جيد، إذا مجموع تلاميذ القسم هو 12، نعم. ثم جيد، لدينا 3 تلاميذ من مجموع تلاميذ قسمكم، والآن ما هو المطلوب؟ أحسنتم، المطلوب هو أن نقوم بحساب النسبة المئوية التي تمثل تلاميذ قسمكم. سنحسب جميعا النسبة المئوية التي تمثل تلاميذ قسمكم داخل مجموع داخل أعضاء مكتب تعاونية القسم. أحسنتم. إذا هذه المعطيات أعزائي سنقوم بتمثيلها في جدول أعداد متناسبة. داخل هذا الجدول لدينا عدد التلاميذ والنسبة المئوية. إذا قلنا عدد التلاميذ الذين يشكلون مكتب تعاونية المؤسسة هو 12، وعدد التلاميذ الذين تم اختيارهم من قسمكم هو 3. إذا أعزائي سنقوم بتمثيل مجموع أعضاء مكتب التعاونية بالنسبة المئوية 100%. إذا 100% هي النسبة المئوية التي تمثل مجموع أعضاء مكتب التعاونية. الآن سنبحث، نعم، عن النسبة المئوية التي تمثل تلاميذ قسمكم الذين تم اختيارهم. إذا كيف سنقوم بذلك؟ جيد، إذا ممكن أن نقوم مباشرة بجدائي القطرين أو استعمال معامل التناسب. إذا لنقم بحساب جدائي القطرين. نعم، أحسنتم. إذا 3 ضرب 100% الكل مقسوم على 12. جيد، إذا أو يمكن أن نكتب بالطريقة التالية: 3 ضرب 100 الكل قسم على 12، إذا على شكل عدد كسري أو على الطريقة الأخرى. نجد نفس النتيجة، إذا 25% هي النسبة المئوية التي تمثل تلاميذ قسمكم داخل مكتب تعاونية القسم. أتمنى أن يكون مفهوم تناسبي مفهوم النسبة المئوية أصبح واضحا الآن. ممتاز، إذا ما هي خلاصتنا من هاتين الوضعيتين؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.